ويستمر الدور المصري الحقيقة في دعم أهالينا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة. تشوف مثلا مثال الحقيقة وانت بتتكلم على الأحزاب المصرية، احنا مش بنتكلم بقى على بس التحالف الوطني، مش بنتكلم بس على حياة كريمة، لكن لازم تشوف دور الأحزاب المصرية ازاي هي واقفة، يعني زي ما يقولك برضو كتفا بكتف مع أهالينا في قطاع غزة. حزب حماية الوطن وتحديدا اسكندرية بيطلقوا قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، 5 سيارات ضخمة كبيرة محملة بحوالي 150 طن مواد غذائية ومستلزمات طبية وبطاطين ومهمات إغاثية. معنا على التليفون سيادة اللواء طارق بركات، رئيس حزب حماية الوطن بشمال وغرب الدلتا. أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك، وانا سعيد بتواجدي معك. انا فعلا بس قبل ما اتكلم انا احب اشكرك على التحرير الرائع. العفو يا فندم، اشكرك. احب اشكرك على التحرير الرائع والموضوع فعلا لحديث السادة الرأي. الله يخليك. فعلا قتلك صدور جميع المصريين، بل مش المصريين بس، يمكن العرب، يمكن المسلمين بالكامل. والله فعلا يستحق فعلا يكون فعلا زعيما للامه، وربنا يوفقه باذن الله. والله انا اشكرك اولا سياده اللواء يعني على المجامله الجميله من حضرتك، اشكرك جدا 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 يعني. هتستحق فعلا كده، وده دور الاعلام فعلا الصادق في الوقت ده. دور الاعلام بيكون فعلا بيكون دور قوي عشان توعيه المصريين عموما بالكامل يعني. الله يخليك يا سياده اللواء. خلينا نحن نشكركم الحقيقه كمان يعني باعتباري صحفي يعني وتلفزيوني، فاقدر اقول انه شكرا لحزب حماه وطن على دوره المستمر الحقيقه ودوره طول الوقت في مساله انه ازاي احنا مش بس بنشتغل كحزب سياسي داخل البلاد، وانما يقف حزب حماه وطن الحقيقه مثالا واضحا لدعم الحركه الحزبيه والشارع السياسي المصري لاهالينا في القطاع. ومحتاج نعرف تفاصيل اكتر عن هذه القافله المحمله، ان شاء الله توصل بالف سلامه لاهالينا في غزه. طبعا احنا كلنا متعودين وناخد القدوة والمثل الأعلى من القدمة السياسية متمثلة في شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق حملة التبرع بالدم لأهالينا بفلسطين. وكان حزب حماة الوطن طبعا كجزء من المجتمع المدني كان سباقا بتجهيز تريلات محملة بمواد غذائية ومساعدات إنسانية والأساسية وأدوية، ويعني وكانت يمكن كان قطاع شمال غرب الدلتا وأمانة اسكندرية كجزء من الحزب طبعا، ده تكليف وتوجيه من رئيس الحزب سيد رجاله هريدي على مستوى مصر بالكامل. فقمنا احنا كامات اسكندريه وغزه القطاع، يمكن طلعنا حوالي 8 عربيات تريلات متحمله مواد غذائيه، دي اقل حاجه نقدمها لاهالينا. ويمكن يعني انا عاوز اكد برضو على موقف مصر الثابت والواضح من القضيه الفلسطينيه ودعم الاشقاء في فلسطين للمطالبه بحقهم في اقامه دولتهم. وفي حاجه جميله بقى، انا فعلا يعني بقول ان الشعب المصري ده بيقدم اروع صوره في اوقات الازمات. انت مش متخيل يعني احنا في عز الازمه بتلاقي الشعب كله بالكامل على قلب رجل واحد. صحيح. اول لما يستشعر بالخطر بتلاقيه على قلب رجل واحد، وتلاقيه في كتله صلبه واحده. يمكن الكتله الصلبه دي صعب انها تتكسر، وربنا يحمي مصر باذن الله. يا رب. احنا يمكن ما دي يعني طبعا احنا القافله باذن الله هي قافله مش مجرد، لا ده قافله مكونه من عده الوفات من المساعدات الغذائيه من البطاطين ومئات الاطنان من المواد الغذائيه. ودي على فكره احنا مجرد بس ما اطلقنا الحمله، انا مش عايز اقول لك ده شعور كل المصريين. انت لو سالت كل واحد مصري هيقول لك لا انا عايز اروح اتبرع فعلا. ودايما بتلاقي المصريين دايما بتلاقيهم واقفين مش جنب القضيه الفلسطينيه، لا ده يمكن جنب الامه العربيه بالكامل. عشان كده دايما بتلاقي ربنا بيحمي مصر دايما باذن الله.
صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا سياده اللواء، وشكرا طبعا، وان كان مش هقول يعني مش انا اللي هقول شكرا، ولكن اقدر اقول انه يعني دايما احزابنا المصريه وحماه وطن رافعين راسنا كده قدام سائر الامه العربيه دعما لاي قضيه انسانيه، وبالتحديد في القلب منها قضيه الصراع العربي الصهيوني والوقوف جنب اهالينا في الاراضي الفلسطينيه المحتله. كل الشكر لحضرتك سياده اللواء، كل الشكر للواء طارق بركات رئيس حزب حماه الوطن بشمال وغرب الدلتا، قافله من 5 اظن لـ8 سيارات زي ما كنت بقول لحضراتكم، محمله باكثر من 150 طن من المساعدات، سواء اذا كانت مواد غذائيه، مستلزمات طبيه، مواد اغاثيه الى اخره.